ونتواصل معكم مع الإعادة والإعادة أيضا دائما تأتيكم. الشوط الأول كان أيضا التواجد الجميل والاندفاع المبكر في أول شوط مشاهدينا، كما تابعتوا أيضا شعار من الشعارات الجميلة لشعار أحمد بن راشد المنصوري، شعار بن دليلة، والتحية على هذا الفوز سلام للختم في 12 دقيقة 54 ستة أجزاء من الثانية، كانت بكل فخر افتخار هي صاحبة أول شوط في هذا اليوم. بعد ذلك أتى الشوط الثاني وهو شوط أول بالنسبة للمهجنات، وكانت أيضا الظبي حاضرة بكل معنى الكلمة، اللي قادمة بقوة من دوحة المحبة والسلام لمبارك بن حمد بن مبارك بن نابت. 13:15:03 هي حققت هذا التوقيت وبعثت السلامات إلى الأشقاء. أتى دور الملك الشوط الثالث هو الشوط القاعدين الأول ليكونوا أيضا حاضرا الجازي بكل أداء جميل، وسهيل بن أحمد بن خادم الرميفي وسلام للسمحة في 13:05 4 أجزاء من الثانية، هو شوط أول بالنسبة للقاعدين المحليات في عاصمة الميادين. وبعد ذلك لتكتمل الجولة الأولى بالشوط القاعدين المهجنات الأول والرابع في ترتيب الشوط، ويأتي زعزاع ليزعزع كل القعدان المشاركة، ويأتي لصالح بن لسيفة بن بطي بن سيفة السبوسي في 13:18 جزئين ليطرش السلام أيضا بدورة للسبوسي بهذا الشوط. نأتي معكم مع جولة أخرى وشوط آخر والشوط الخامس والشوط الأول في الجولة الثانية، شوط من أشواط المفاجآت لتكون مياسة بشعار المفاجآت الذي أتى من العين، أيضا مياسة لصالح بن محمد بن نصر العامري، وتهانينا تقطع 13:07 جزءا واحدا من الثانية، تهانينا لبن نصر ولهذا الشعار اللي دائما يأتينا في مشاهدي الأعزاء مفاجآته الجميلة. يأتي شوط آخر وانطلاق آخر هو شوط المهجنات الثاني والترتيب السادس، ليأتي إلى بن سالم بن طراف المنصوري، نعم صاحب إنجازاته، وأيضا مع محافل مع 13:16 وجزءا واحدا من الثانية، ليذكرنا بانتصارات أيضا البعيل اللي حقق كثير من الخناجر مشاهدي الأعزاء بنفس هذا الشعار. مع هذه البكرة أيضا يأتي مشاهد الأعزاء الشوط السابع، هملول لناصر بن راشد بن سعيد الجابري ليحط الرحال ويطرش السلامات للجابري للعين، 13:12 وجزءا يتيما من الثانية، تهانينا لناصر بن راشد الجابري بهذا الإنجاز الجميل. وبعد ذلك يأتي الشوط الثامن وهو أيضا نهاية جولة أخرى، ويأتي سراب ليتسرب مع محمد بن سعيد بن محمد بن المطوع الخيارين وسلام للشحانية سلام بهذا الأداء الجميل، 13:17:03 هو التوقيت الذي حصل بهذه المنافسة التي كانت ثلاثية حتى خط النهاية، واستطاع سراب أن يتسرب بهذه السلال العناوية الجميلة. أما يأتي شوط تاسع وبداية جولة أخرى مشاهدين الأعزاء مع شعار جميل، سيف بن مطر بن محمد النيادي، لتكونوا حاضرة النواعس بكل معنى الكلمة، وتوقيت 12:51 9 أجزاء من الثانية، تهانينا لك يا أبو سعيد على هذا، أبو حمد على هذا، على أبو مطر على هذا الفوز الجميل، سعيد سيف بن مطر بن محمد النيادي، نعم له التحية. شوط العاشرة الظبي، تأتي الظبي لسعيد، تأتي الظبي لسعيد بن حمد المبارك الخيلي، لتأتي هذا السلام لهالي الختم ب 13:05:02 سلام للختم وميدان الخزنة بأجمل تحية وشعار بالعور دائما واضح، ويأتي بمفاجآت قوية. يأتي الشوط الحادي عشر ويأتي مشبب أيضا بكل شبابه حتى هذه اللحظات مع محمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي، لينطلق في اللحظات الأخيرة وينتزع المركز الأول في الشوط من شوط الحادي عشر، 13:03:06 أجزاء من الثانية هو التوقيت الذي صاحب وصول مشبب، هنيالك يا محمد يا بن عبد الله يا بن راشد يا الاكتبي بهذا الإنجاز. وتأتي الانطلاقة قبل النهائية، انطلاقة رسمية ونحن كل أشواطنا رسمية في الوثبة لتكون رسمية، وتهدي نقطة أخرى لأهالي الشحانية غانم بن زايد الخيارين
في 12:52 ثمانية أجزاء من الثانية. وسلام للشحانية، سلام. وبعد ذلك يأتي شوط الختام بكل معنى الكلمة ومفاجآت الجميلة مع وبرة، وتأتي بالتوقيت الأفضل والأجمل في شوط الختام، وكان شوط الرئيسي. وسعيد بن غدير بن لويه الدرعي من حط الرحال وقادم من الرقعات، ميدان جميل مصانع الجنوب. 12:49 من الثانية لتنتزع أفضل توقيت وتختم لنا هذا السباق بأحلى أيضا توقيت جميل. تهانينا للوه الدرعي وسلام لمصانع الجنوب، سلام. هكذا وصلنا معكم مع الختام. وقبل الختام لنشكر كل الذين قاموا معنا بهذا التصوير الجميل وبهذه اللقطات الجميلة وبهذا العمل الفني الكبير، من مهندس عربة ياسر إبراهيم، ومهندس صوت عماد فخري، ومن الجرافيست ريكاردو والأخ غسان لهم التحية، والمصورين ماريو مارينا هوغو وجورج، ومن الاف اي اس ريد ريغو لو التحية، والتحية أيضا للعمليات مسعود الكثيري، والتحية أيضا لغايد هذا العمل الكبير مخرجنا الكبير أيضا أبو طلعة الهواري له التحية. وتقبلوا تحيات جميع المذيعين وجميع الإخوة الذين صاحبونا في هذا النقل الحي المباشر. عسى أن نلتقي معكم في تمام الساعة الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم السعيد مع هجن أصحاب السمو الشيوخ في تمام الساعة الثانية تماما مشاهدينا. هكذا وصلنا معكم على الختام، تقبلوا تحيات كل الإخوة وتحياتي العمدة، وإلى اللقاء في السباقات القادمة في هذه اللحظات واللقطات الجميلة. تنضم قناة ياس في استديوهاتنا الرئيسية في العاصمة أبوظبي لتكملة باقي برامجها، وإلى هناك وإلى الملتقى. شكرا.